20 حمد. شكرك العفو. مساء الخير يا سلمى. حازم انت عرفت منين انا هنا؟ مش مشكلة عرفت منين، اللي يسأل ما يتوهش. انت شايفة اللي بتعمليه ده صح يا سلمى؟ حازم من فضلك ده مكان شغلي، احنا ما ينفعش نتكلم هنا، ممكن نتكلم بعدين. بعدين ازاي وامتى؟ انت لا بتردي على تليفونك ولا بتيجي الكلية. ينفع اللي انت عملتيه ده؟ ازاي تأجلي السنة كده؟ ولا كأن ده ممكن يأثر على تقديرك التراكمي. يا حازم من فضلك انا عندي ظروف ما ينفعش احكيها لك، هي اللي خلتني اسيب الكلية وهي اللي خلتني انزل اشتغل في الصيدلية. من فضلك بقى امشي دلوقتي، ما ينفعش حد يجي يشوفنا مع بعض، شكلي مش هيبقى لطيف. اوكي يا سلمى همشي، طب هشوفك تاني امتى؟ بعدين يا حازم، من فضلك بعدين امشي بقى. حاضر يا سلمى، انا همشي. مع السلامة. الله يسلمك. احلى مسا على قبله الدكتوره سلمى. يا ربي فتحي عليهم يا رزاق يا كريم. اتفضلي يا قبله. ايه دول يا رمضان؟ دول 1000 جنيه. الست صباح خيرها مغرقني، دول حاجه بسيطه كده تساعد يعني في مصاريف العلاج والمستشفى والادويه واللازم منه يعني. لا يا سيدي متشكرين. ايه ده ايه ده؟ شكرا مستوره والحمد لله. انت بتكسفيني يا قبله، هو انا غريب؟ واذا كان يعني على حوار الروشتات ده خلاص انا اتصرفت. يا سيدي قلت لك متشكرين مستوره، انت ايه؟ خلاص يا قبله هم خرجوا من ذمتي خلاص، السلام عليكم. هو ايه؟ خد تعالى هنا. رمضان رمضان ما تجرينيش وراك. رمضان مساء الخير. مساء النور يا دكتور. ازيك يا سلمى؟ تمام الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. اخبار الشغل؟ تمام الحمد لله. مين اللي كان هنا دلوقتي ده؟ ده زبون. زبون؟ اه. اتفضلي شوفي شغلك. بس يا سيدي بطوط راح قايل له فدخل له بوند قال له هيق 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 هيق. اه والله العظيم. طب بقول لك ايه، عرفت تحل لغز ميكي؟ يحيى معايا مكالمه مهمه تقالي. بص اقفل يا يحيى، عايزك في موضوع مهم. عشان خاطرك يا سلمى هنهي المكالمه، مش مطلع اغنيه على فكره. طب بقول لك ايه يا زميلي، اقفل وهبقول لك حل اللغز بعدين. يلا يا ضيع وقتي معايا، مع السلامه. اخلص. ما قفلت مع الراجل فيه يا اخويا. اتفضل. ما شاء الله قبضتي من الصيدليه، عارف شعورك ذات مومنت لما تقبضي يو فيل لايك معانا ريال. انا مش عايزه ذكاء، هيقبضوني ازاي ولسه الشهر ما خلصش؟ ده مبلغ جدا هوني. رمضان كبده. رمضان كبده؟ ايوه يا عم رمضان كبده. ساب لي الفلوس دي وانا طبعا رفضت، بس هو اصر وسابهم لي ومشي. روح بقى رجعهم وتصرف. هو معلش يعني مؤاخذه بيديك فلوس ليه؟ قال لي ان دول مساعده يعني عشان الظروف اللي احنا بنمر بيها، بس انا قلت له الحمد لله مستوره، اصر وسابهم لي وجري. والله الراجل يشكر، احنا فعلا ممكن نحتاجهم، خليهم ولما ربنا يكرمنا ابقى اردهم. بقول لك ايه يا يحيى، انا مش بستريح للراجل ده. من الاخر يعني كده وباختصار، انا بحس ان هو تاجر مخدرات، وانا استحاله طبعا ادخل بيتنا قرش حرام. عندك حق، انا اخر مره فتحت سندوتش الكبده لقيت فيه حشيش. انا مش بهزر على فكره. بس اقول لك ايه، الراجل مديك 1000 جنيه خليتيه تاجر مخدرات. يحيى هي كلمه واحده، تنزل دلوقتي حالا ترجع له الفلوس دي، انت فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. هنزل اقول له ايوه تاجر مخدرات فلتاخذ فلوسك. وشمس ومري ما يعرفوش حاجه عن الموضوع ده، فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. اول ما تخرجي احلى تليفون ليهم. ممكن طلب واحد بس صغير؟ عايز ايه؟ لما تطلعي على سرير تاني ما تطلعيش بجرثوماتك بالشبشب بتاعك عليه، فاهم ولا مش فاهمه؟ فيها ايه يعني؟ طب ما انت بتاكل وانت حافي. عندك حق. ايه؟ ايه باكل وانا حافي ده يا بت؟ لم جزمك دي. حاضر. بقول لك ايه، افتح الباب افتح الباب كده. ماشي اهو لميتهم خلاص. انا اعرف ده، انا مش عايز صوصوه وبكبكه كتير على الصبح. ما انا برضك مش عيله صغيره ايه، عشان اصحابي كلهم يشوفوني واخواتي جايبيني وموديني من المدرسه. مريم ما تعليش صوتك واصطبحي على الصبح. طب مش رايحه المدرسه يا يحيى. ترمي الكتب؟ ترمي الكتب؟ وقعوا مني يا ابو، وقعوا مني. طب لميهم. صباح الخير يا استاذه ايه. بقول لك ايه، تاكلي غزل؟ لا شكرا يا ايه. ازيك يا مريم؟ اهلا. بقول لك ايه، انا هوصل مريم المدرسه، تيجي معانا في طريق؟ إيه لا اصل انا نزلت كتاب جوه اخر اجيبه، معلش اسبقوني. نستناكي. انا مش هستنى حد. طب بتسهلي يا بت مريم؟ يا مريم
انت رايحه فين بدري كده؟ صباح الخير. صباح النور. هروح افوت على المستشفى اطمن على ماما صباح، وبعد كده عندي كام مشوار واجي على طول. انا لو ما كانش عندي صيدليه كنت جيت معاكي. حبيبتي انت امبارح شلتي كل حاجه فوق دماغك، قولي لي هترجعي من الصيدليه امتى؟ يعني حوالي 8 بالليل كده. خلاص 8 ونص تبقي هنا. لا شمس، على فكره انا مش مريم ومش هسمح لاي حد ان هو يتحكم في تصرفاتي. بصي انا مقدره ان انت عايزه تحافظي على الامان اللي سابتها لك تيتا، بس انت ممكن تسالي تيتا نفسها، يعني هي عمرها ما سالتني انت رايحه فين وجايه منين. تمام، الموضوع مش محتاج المحاضره دي كلها. انا كل الحكايه ان انا عايزه اعرف انت جايه الساعه كام عشان اوضب الغدا عليكي. تعالي وقت ما انت عايزه. طيب هو انت ممكن تسيبي الغدا عليا انا النهارده بما انك هتروحي المستشفى؟ ماشي، جاي تلاقي كل حاجه على التسخين. اوكي. باي باي. شيماء بنت، يا شيماء. ايه عايزه ايه يا مريم؟ هو حد من البنات عارف حاجه من اللي حصلت؟ انا ما قلتش حاجه، المدرسه كلها عارفه الحوار ده من امبارح. اختك وستك اتكلموا كذا بنت من هنا وسالوا عليكي. طب وانت مالك متعصبه كده ليه؟ وبعدين يعني مش قاعده جنبي. ما تزعليش مني يا مريم، بس امي بتسال البنات، ولو عرفت ان انا بتكلم معاكي هتطين عيشتي. صباح الخير يا بنات، اتفضلوا اقعدوا. طبعا يا بنات انتوا عارفين الامتحانات قربت، وهتبصوا تلاقوا نفسكم فجاه بتمتحنوا، فانا عايزه كل واحده فيكم تعمل جدول، واول ما تروح من المدرسه تنام لها شويه وتقوم تذاكر. طبعا انا بقول الكلام ده للبنات اللي بيروحوا يناموا في بيوتهم، مش البنات اللي بيسهروا بره بيوتهم في مصاص الليالي. بس مؤاخذة يا ميس، بس هو الكلام ده متوجه ليا انا ولا حاجة؟ لما تكوني بتكلميني تقومي تقفي. ما وقفنا أول ما دخلتي الفصل، ولا أنت غاوية مرمطينة وخلاص؟ أقفي طبعًا، وأنا هستنى إيه من واحدة زيك؟ بتهرب من بيتها عشان خاطر ولادين بيتخانقوا عليها. ما أنت صحيح ما لقيتيش اللي يربيكي. طب ما أنت يا ميس لقيتي اللي يربيكي، وعشان كده عمر ولاد اتخانقوا عليكي، ويا حرام لحد دلوقتي لسه ما اتجوزتيش. أنت أشكالك مش بتاع التعليم، انت يا دوبك تروح تشتغلي في كازن ولا كباريه. اوعى ايدك كده، اوعى ايدك تقطعي لي قميص كده. طب هي كبرت في دماغي، ويا نيالتي في المدرسه دي. يلا يلا بقى، اوعى ايدك. بقولك بقى يا كآبة مالك طلعتي ليه؟ أخوكي جابني من المدرسة وحبسني في البيت من ساعتها عشان شمس لسه ما جاتش. لسه ما جاتش؟ ليه دي خرجت من الصبح؟ ما اتكلمت قالت إنها خارجة يعني مع واحدة صاحبتها فهتتأخر. طب إيه؟ وأنت ما نطيتيش من البلكونة ليه؟ يمكن تقعي كده ويتكسر رقبتك. حرام عليكوا بقى يا سلمى، هو مش عشان غلطة عملتها كلكم بقيتوا أوصية عليا يعني؟ في إيه في إيه في إيه؟ في إيه الكل ده؟ أنا بهزر معاكي. هو يحيى عملك حاجة تاني؟ ايه عمل ايه؟ كل ما يشوفني يتخرب معايا، والمدرسة الزفت دي انا مش هروحها تاني، والله ما عايزة امتحن يا سلمى. طب اهدي بس اهدي كده وفهميني ايه موضوع المدرسة ده؟ مس راوية كل ما تشوفني تلقح عليا كريم قدام البنات. ده ليه بقى ان شاء الله؟ هي كانت مدرسة ابوها؟ طيب انا هاجي معاكي بكره ونتصرف مع ميس راويه دي، محدش ليه حاجه عندك اصلا. انت عارفه هي بتقول لي ايه؟ بتقول لي انا يا دي من المدرسه دي. ده ليه يعني ان شاء الله؟ معرفش. طب خلاص يا حبيبتي ما تعيطيش. ما تعيطيش بقى روقي. طب اقول لك على فكره؟ دي فكره حلوه قوي. ايه رايك لو انا وانت نهرب من البيت؟ اه والله عشان ما يبقاش في حد احسن من حد. يبقى انت هربتي وانا هربت. يا سلمى سيبيني في اللي انا فيه. ايه اللي انت فيه؟ مفيش حاجه اصلا، هاجي معاكي للميس بكره ونحل الموضوع خلاص. بجد يا سلمى بحبك قوي، بجد بحبك قوي. انا بموت فيكي. وبعدين خدوا العربيه وادي حالي واقف.
اعمل ايه؟ طب حلها ايه طيب؟ والله العظيم حلها دي عند ربنا بقى، هنعمل ايه؟ والله لا عارف، بس صدقني والله العظيم. ربنا يسترها ان شاء الله، خير خير ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم ازيك يا ست شمس؟ رمضان. الحمد لله. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله ست شمس. كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. مالك يا ست شمس؟ مؤاخذة يعني حضرتك باين عليك التعب قوي. ابدا يعني مشاوير طول النهار شوية اجهاد، لكن الحمد لله كله كويس. على فكرة بقى المنطقة هنا مش مصدقين اللي حضرتك بتعمليه، يعني ان حضرتك سبتي بيتك وعمالك ومحتالك وجيتي تقعدي هنا يعني لحد ما الست صباح ترجع بالسلامة. بس انا مش مستغرب، انا قلت لهم الست شمس دي ست جدعة و100 راجل، ده كفاية اللي عملته معايا. ربنا يخليك لينا يا ست شمس. الله يخليك. النبي لو احتجت اي حاجة اي حاجة أمريني، نفسي ارد حاجة من جمايلك عليا. جمايل ايه بس يا راجل؟ عيب تقول كده، والله انت كلك ذوق يا رمضان. طمني عليك انت، مراتك ازيها والنون واخباره ايه؟ انا نفسي اشوفها. الحمد لله هم عايشين. ايه في ايه مالك؟ شكلك كده في حاجه. والله ما عارف اقول لك يا ست شمس، الدنيا ملطشه معايا ومعنداني على الاخر. ايه الدنيا كده؟ شويه كده وشويه كده، معلش بكره ربنا يفتح عليك ان شاء الله. يسمع من بوك ربنا يا ست شمس. مش محتاج اي حاجه. الله يكرمك، الله يخليك يا ست شمس لينا. النبي لو اي حاجه محتاجاها اموريني، اموريني انا عنايا ليك وخدامك. بالعفو، كتر خيرك، كلك ذوق. السلام عليكم. مع الف سلامه ست الكل، مع الف سلامه. سلامه الله، سلامه الله. انا مش فاهمه حضرتك زعلانه قوي كده ليه؟ دي فعلا بنت مستهتره. مره تقولي قدام البنات انا عايزه اطلع رقاصه، ومره تانية تقولي انت ليه ما اتجوزتيش لغايه دلوقتي؟ كل ده عشان بقول لها ان عيب ان اي بنت تبات بره بيتها. هو حضرتك ما تعرفيش ان النصيحه في الملا تبقى فضيحه؟ يعني ايه؟ يعني لو حضرتك فعلا نيتك تنصحيها كان المفروض انت تتكلمي معاها من غير ما تجرحيها او تحرجيها، لكن اللي حصل ان انت قصدتي ان انت ضحكي البنات كلهم عليها. هو حضرتك ما عرفتيش تربيها فجاه تربيني انا؟ انا شايفه ان حضرتك واخده الموضوع بشكل شخصي شويه. ولا شكل شخصي ولا حاجه، مريم زيها زي بقيه الطلبه اللي بعتبرهم كلهم زي اخواتي الصغيرين. اوكي، لو بتعتبريهم زي اخواتك الصغيرين وغلطوا في تصرفاتهم هتعملي ايه؟ هتطرديهم ولا هتكلمي معاهم وتفهمي ايه المشكله وتحاولي تساعديهم، او على الاقل تقعدي مع اهلهم تتناقشوا وتوصلوا لحل سوا؟ يعني مريم لو بنتك هتعملي معاها ايه؟ كنت قطمت رقبتها. تقطمي رقبه مين؟ انت ربي والدتك اللي بتتكلمي معايا بالطريقه دي. اوعي يا شمس. بس اسكتي اسكتي خالص. بصي حضرتك، واضح ان انت بتعقدي الامور اكتر وانا مش هينفع اتكلم معاكي. انا مضطره اتكلم مع مديره المدرسه. اوكي؟ شمس بتعملي ايه هنا؟ انا مع مريم. ازيك يا ميسيو هشام؟ كويس الحمد لله. ايه مريم في ايه؟ مفيش، مستراويه طردتني من الفصل وقالت لي ما تجيش الا لما الاقي امرك، وبعدين انت عارف ان انت في المستشفى يعني، فشمس اضطرت تيجي معايا. تشرب ايه ميسيو هشام؟ لا متشكر مش عايز اشرب حاجه. ممكن اعرف بس ايه اللي حصل؟ ولا حاجه، مريم بتقل ادابها عليا قدام البنات، كل ده عشان بنصحها واوعيها ان هم يحافظوا على نفسهم. قول لي انت غلطت في ايه انا بقى؟ لا ما غلطتيش في حاجه. بس ممكن اطلب منك طلب، يعني تخليها تطلع فصلها دلوقتي، وانا اوعدك لو عملت كده تاني انا اللي هعاقبها بنفسي. طلب ايه بس يا مسيو هشام؟ انت تؤمر. اتفضلي يا مريم اطلعي على فصلك. ما اقدرش انزل كلمه لمسيو هشام. ميرسي يا شموسه يا قمر، تعبتك معايا. هو انا عملت حاجه؟ بركه ميسيو هشام. على فكره يا ميس، المسيو يبقى ابن عمة شموسه. ايه ده؟ معقوله؟ طب ما قلتيش ليه يا مدام شمس؟ مش مدام برضو ان شاء الله؟ مدام.